صباح الخير مشاهدينا. أجواء إيجابية بالإجمال بتسيطر على كل الأبراج اليوم. خلينا نكتشف سوا شو ناطرنا مع أبراجنا الـ 12، والبداية مع برج الحمر. أنت اليوم عم بتفكر بتطوير شغلك بس خايف من الأمور المالية لأن مصروفك عم بيزيد، وأنت بحاجة لتنظيم ميزانيتك أكثر. أما عاطفيا كون واثق من الشريك ومن حبكم، وما تسمح لحكي الناس أو للمحيطين فيك يلي ممكن يأثروا على علاقتكم بالمستقبل. الثور، بعدك اليوم عم تشتغل لترجع نشاطك وطاقتك، استفيد من القوة يلي عندك إياها هيدي الفترة لتغيير الأمور لصالحك. بذات الوقت أنت قادر تحل مشاكلك وتفرض رأيك وحالك وتكون جاهز لتبادر بمشاريع جديدة بعملك. أما عاطفيا ما تتسرع بالحكم على الشريك إذا علاقتكم بعدها جديدة، لأن كل اثنين أول فترة بمرقوا بمشاكل. منكمل مع برج الجوزاء. اليوم من أجمل الأيام يلي ممكن تكون قطعت عليك، فمجهودك بالشغل صار واضح للمسؤولين عنك، وبالتالي عم يندرس ملف تعيينك بمنصب جديد، يعني رح يزيد مدخولك. أما عاطفيا فبنصح بتمضية نهار أنت والشريك بعيد عن الضغط اليومي. برج السرطان، تعامل بطريقة إيجابية وتفاؤلية مع محيطك وخاصة مع أصدقائك، لأن اليوم يوم اجتماعي بالنسبة لإلك، وبتفاعل رفقاتك معك بأي تصرف معقول تقوم فيه، وبتحقق معه نجاح كتير كبير بالعمل. عاطفيا ما تنطر مبادرة من الشريك، فأنت الغلطان وهيدي المرة مش حيتنازل وهو يطلع غلطان. نوصل لبرج الأسد، يوم مهم بالنسبة لإلك بس الناس اللي بيرافقوك ما عم يتركوك بحالك، عم بيسببوا لك مشاكل أنت بغنى عنها هيدي الفترة بالذات، فبنصحك يا صديق تحط حد لهالأمور وتنصرف للمواضيع يلي ممكن تفيدك بشغلك ومسيرتك العملية. مولود برج العذراء، يوم حلو وبيحمل لك تغيير مهم بحياتك، ممكن تتلاقى بالصدفة بشخص كان صار لك فترة عم بتحاول تعيين معه موعد لكن الظروف عم بتعديك، كما أنه ممكن يجيك الرد على طلب وظيفة كنت قاطع منه الأمل. أما صحيا انتبه من كثرة ممارسة الرياضة. عاطفيا أيها العذراء الشريك بحبك وأنت ويا علاقتكم جدا منيحة. الميزان، عم ترتاح اليوم بعد ما قطعت بأيام تعبتك شوي من كل النواحي، حاول تاخذ نفس وفكر بمصالحات وكيف تلطف الأجواء مع زملائك بالعمل. انتبه لمصروفك وعرف كيف تستثمر معارفك تتطور أعمالك الفردية. عاطفيا أنت بحاجة لفترة من الراحة من العلاقات العاطفية قبل ما تفوت بأي علاقة جديدة. منكفي مع العقرب، توترك عم بيزيد وما عم تتحمل ضغط الشغل يلي زاد عليك الفترة الماضية، هالشي عم بيأثر على نفسيتك وعم بيضايقك لأن عم بيبعدك عن أصحابك. أما عاطفيا وصلت الأمور مع الشريك لحدها والمشاكل عم بتزيد، فلازم تلاقي حل بأسرع وقت. برج القوس، ما عم تعرف تسيطر على أعصابك وهيدا الشيء عم بيخلي بعض الناس يستغلوا هيدا الوضع ليستفزوك ويأثروا عليك. حاول تنتبه لشغلك لأن عم بتزيد، ودير بالك على صحتك لأنك معرض لمشاكل صحية إذا ما بتنظم نوعية وكمية أكلك. برج الجدي، يوم داعم لك بكل خطوة ممكن تعملها، فممكن يحمل لك حلول وفرصة للنجاح. حاول تستغل الفرص وخاصة إذا كانت فرصة مالية. عندك تراكم شغل يمكن يتعبك ويأثر على صحتك. أما عاطفيا بتحس اليوم بتحسن الأجواء بينك وبين الحبيب. نوصل للبرج يلي ما قبل الأخير، برج الدلو، عم تشتغل على مسألة عائلية، ممكن تكون صحة حدا من الأقارب أو مشاكل قديمة رجعت تبين عن جديد. فكر إنك تغير بهيدا الموضوع وتقرب وجهات النظر كرمال تحل هيدي المشكلة بأقرب وقت. أما صحيا صحتك منيحة بس لازم تاخد أكتر وقت للراحة. أما عاطفيا الحبيب عنده شوية مشاكل لازم تساعده وتوقف حده أكتر. أما البرج الأخير فهو برج الحوت. الحلو اليوم أنك عم تحس بطاقة وقدرة كتير كبيرة على العمل، حاول أنك تستغل الفرصة وتفاعل أكتر مع محيطك بعملك، هيك بتقدر تعطي نتيجة أسرع وأحسن بشغلك. أما صحيا لازم تزور الطبيب بسبب وجع الرأس اللي عم تحس فيه، ما تهمل حالك. مولود برج اليوم بدنا نعايدك ونقول لك عقبال المية. انت من الاشخاص يلي بتهموا المظاهر وبفضل يشتري الثياب والعطور الغالية لو على حساب الامور الاساسية اليومية. هو امين وصريح ووافي، ما بيفكر بالخيانة ولا على الصعيد المهني ولا على الصعيد العاطفي. لا هو مرافق الدايم، مشان هيك بتلاقي معظم الاحيان متوتر وما بيرتاح الا بعد ما ينتهي من المسؤوليات يلي موكلينه فيها. علاقة الدلو بالأسد، علاقة فاشلة من البداية بينحكم عليها بالإعدام، فالأسد بحب السيطرة على الشريك وبيستخدم منطق القوة البعيد كل البعد عن العقل، وهيدا الشيء بيكرهه كتير صاحب برج الدلو وبخليه ينفر منه.
مشاهدينا هيدي كانت كل معلوماتي لليوم، انا بلاقيكم بكره بفقره جديده من اوروسكوب.